تشكيلة شباب ريف الحسيمي ومولد 1997 كيلعب أول مباراة رسمية له. تبع محاولة الحسنية العظيمة الراسية لفريق الحسنية بعد ما كانوا قد انذار من الفوزي عبد الغني. الفرصة الأولى اللي كانت خطيرة بعد ذلك الفرصة الثانية للحسنية والثالثة تبي تشوف هذا المهاجم السريع بديع وو لعبها على المقاص والراسية كانت من طرف فجر الدوري اللي كيتمكن من تسجيل هدف آخر في حصيلة هذا اللاعب ومدافع